أرحب بكم أعضاء منتدى التاريخ الوطني، أجمل ترحيب في هذا الصباح الجميل في أول لقاءات المنتدى في هذا الجمع المبارك الذي يضم كوكبة من المؤرخات والمؤرخين من جميع أنحاء وطننا الغالي. اليوم ملتقانا شوي بيختلف لتحقيق ما كنا نحلم به ونطالب به، وأنتم أيضا تحلمون وتطالبون، بمعنى أننا أمام مفترق طرق ينبغي أن يعني نستخدم فيها جميع أدواتنا التي تعلمناها والتي سنتعلمها والتي نريد أن نتعلمها. التفسير، الرأي، الانطباع، كلها ليست مقدسة، ليست منزلة، لا يجوز أنك تأخذها باعتبار أنها نتيجة نهائية لا تناقش ولا تحلل ولا ينظر فيها، وهذه نلاحظها كثيراً.